هلا بالكريم العمر، عمري 45 سنة، متزوج قبل 3 أطفال، صاحب فكرة ومؤسس ذيب الأردن جو ذيب كاستم بايسيكل، دراجات لذوي الإعاقة ودراجات كبار السن. كوني أنا شخص من ذوي الإعاقة بلشت الفكرة إنه ليش ما يكون في عندي دراجة تناسبني. شاركت مرة برحلة سايكلينج من البحر الميت للمغطس، فرجعت الفكرة إنه كيف وأنا طفل ما كانت تناسبني هاي الدراجة، رجعت تتولد كفكرة. حاولت أشتري هاي الدراجة من برا، طلع سعرها كتير غالي بالنسبة لي. بلشت بتصنيع أول دراجة، أخذت معي 8 شهور بس الحمد لله قدرت أصنعها. حالياً بصنع دراجات لذوي الإعاقة، إذا كان أطفال الشلل الدماغي أو الأشخاص اللي عندهم احتياج معين بالحركة، قدرت أصنع الكارغو العربات الإنتاجية. قدمت لمشروع سيرة، فمن خلالهم قدرت أحصل على معدات صناعية بتسرع من عملية إنتاجي وبتخدمني أكثر بالإشي اللي أنا عم بصنعه. طموحي إنه أنا أوصل لأنه يكون اسم جو ذيب مثل أي ماركة عالمية في عالم التصنيع.